أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد حيال التحركات الأخيرة للقوات الروسية على حدود أوكرانيا، وأكد بوريل الدعم الأوروبي الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأشار إلى أنه سيجتمع مع وزير خارجية أوكرانيا ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 27 خلال الشهر الجاري. هذا وقد أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن الجيش الروسي يتحرك في نطاق الأراضي الروسية وعبرها، بعدما شهدت مناطق شرقي أوكرانيا مناوشات غير منتظمة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي لا يشكل تهديدا لأحد. وأعربت موسكو عن أسفها لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، وشدد الكريملين على أن التوتر شرقي أوكرانيا يتزايد مع عدم التزام الأطراف باتفاقات وقف إطلاق النار المتفق عليها. معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد والتفاصيل الإضافية حول هذا الموضوع، معك أريج. نعم فضيلة، حقيقة الخارجية الروسية على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف في آخر المواقف الروسية المتعلقة بمستجدات الشأن الأوكراني وما تشهده منطقة جنوب والشرق الأوكراني التي تنشط فيها حاليا أو يتصاعد فيها حاليا وتيرة التوتر بين القوات الأوكرانية وقوات جمهورية دانييتسك المعلنة من جانب واحد، تقول أنها بحثت مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أعلى مستوى هذه التطورات، وأعربت موسكو لواشنطن عن طمأنتها حيال القلق الذي تشعر به واشنطن فيما يتعلق بهذه التطورات والتوتر الأخير في هذه المنطقة. وتقول موسكو أيضا، قالت موسكو لواشنطن خلال هذه الاتصالات، أنه على واشنطن أن تشعر بالقلق ليس حيال التحركات الروسية التي تتم في نطاق الأراضي الروسية على الحدود الروسية وفقا لما تراه موسكو ضروريا في ضوء المستجدات الحالية، وإنما تقلق إزاء الخطوات العدائية التي تصفها موسكو كذلك من جانب كييف وعدم التزامها وخرقها المتكرر للاتفاقيات الموقعة، لا سيما اتفاقيات مينسك والمتعلقة بصمود وقف إطلاق النار الذي تم الإخلال به مطلع هذا العام. أيضا كان المتحدث باسم الكريملين في وقت سابق من اليوم تحدث عن أن ما تقوم به موسكو يأتي في إطار اهتمامها بضمان أمنها وسلامتها وليس في معرض تهديدها لأي دولة أو بلد في العالم، وسيما أيضا تهديد أوكرانيا. طبعا هذه المواقف أيضا تأتي في ضوء ما تسجله موسكو من خروقات بما فيها المناوشات غير المنتظمة كما تقول من جانب القادة الميدانيين الأوكرانيين الذين لا يخضعون أو لا يعلمون السلطات العسكرية العليا في بلادهم بما يقومون به، وفي ظل ما ترى فيه صمتا أوروبيا وغربيا إزاء هذه التجاوزات. فضيلة، شكرا أريج محمد مراسلتنا في موسكو.